دشن مجلس الوزراء منصة حوار للمشاركة المجتمعية كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار. وأوضح مجلس الوزراء أن المنصة تستهدف توفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. We'll be right back.